السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم مثلا؟ أولى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم روضة محمد من الفرقة التانية، وان شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض محاضرة الفسيولوجي في مديول الاي بي ال. محاضرة النهاردة بعنوان الار بي سيس اند هيموجلوبين، ان شاء الله محاضرة لذيذة وسهلة وتخرجوا حابينها ان شاء الله، مبسوطين بيها وفاهمينها كويس جدا. نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ما ننساش ندعي زمايلنا يا رب، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته ويلحقنا بهم على خير ويصبر اهليهم يا رب. تمام. طيب، بما اننا بقى في شهر رمضان، فربنا سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ميز شهر رمضان ده عن باقي شهور السنه بحاجه كان القران. ده يبين لك اهميه انك يكون ليك حال مع القران في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت لازم ان يكون ليك حال مع القران في رمضان، ايا كان بقى الحال دوت هو ايه، يختلف من شخص للتاني. والله شخص اصلا ما كانش بيقرا قران فيجي في الشهر دوت يقرر ان هو هيقرا كل يوم عدد معين يعني، ويختم او ما يختمش، بس المهم ان هو كل يوم هيقرا وهيلتزم ان هو خلاص يجعل له حال مع القران. قراءتك ديت حتى من غير تدبر، من غير فهم، من غير اي حق، من غير انك تبذل فيها مجهود، بس غير انك بتقرا بتاخد عليها ثواب وبتاخد حسنات. الحسن عنده بعشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء كمان. تمام. فلازم يكون لك حال مع القران في رمضان، اقرا. تمام. في شخص مثلا ممكن يقول لك ايه، انا مش عايز اختم، انا هاخد صوره معينه كده احفظها واتدبرها وافهمها كويس واقرا تفسيرها خلاص واطلع من رمضان بالصوره دي. طب ده كويس جدا برضو. وحد تاني يقول لك ايه، لا انا هقرا تفسير للقران لحد ما ربنا يقدرني يعني في شهر رمضان. ايا كان اللي انت هتعمله مع القران، خلي ليك حال مع القران في رمضان وخلاص، وخلي دي بدايه لحال جديد ليك مع القران باقي السنه ان شاء الله. تمام. طيب، قبل ما نبدا المحاضره بتاعتنا كمان عايز اقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ربنا وعد وقال ان اللي هيجاهد، لا يسعى، لا يستمر في السعي، هدي السبل. تمام. بعيدا بقى عن الاسباب، بعيدا عن ظروف، بعيدا عن اي حاجه انت في دماغك موجوده تعوق انك تنجح، لا، ربنا قالك بس جاهد وسعى وانا هديك. خلاص خلاص ربنا وعدها. فالحكمه هنا ان ايه، كلمه السر هنا ايه، استمر. كلمه السر استمر، يعني طول الوقت افضل جاهد وافضل اسعى عشان ربنا سبحانه وتعالى يهديك الطريق. تمام. انما ما تبداش مثلا بقوه خارقه وقوه رهيبه حاجه معينه مثلا عايز تبتديها وبعد كده ما تعملش فيها اي حاجه ثانيه، كانت ما عملتش اي حاجه. تمام. كلمه السر استمر، ما تنسوهاش. طيب، نبدا محاضرتنا النهارده ان شاء الله ونشوف احنا عايزين نتكلم عن ايه. النهارده عايزين نتكلم ان شاء الله عن الار بي سيز. في المحاضره اللي فاتت لما جينا خدنا البلاد قسمناه وقلنا ان احنا عندنا البلاد دوت عباره عن شويه خلايا كده عامله في شويه ميه. خدنا المره اللي فاتت شويه الميه دول اللي هم البلازما واتكلمنا عنهم بالتفصيل. النهارده بقى هناخد واحده من البلاد سيلز دول، الا وهي الار بي سيز. تمام. عايز اعرف ايه النهارده عن الار بي سيز دي؟ عايز اعرف الكاونت عددها قد ايه، عايز اعرف شكلها عامل ازاي، الشيب والفوليوم بتاعها، عايز اعرف الاستراكشر اصلا بتتركب من ايه كده، عايز اعرف اللايف سبان بتاعتها، يعني الفتره اللي بتعيشها في البلود قد ايه، وعايز اعرف الفانكشنز بتاعتها. تمام. عارف ان الار بي سيز ديت هي بتبقى جواها هيموجلوبين، عايز ادرس الهيموجلوبين ده، اعرف انا عندي قد ايه في جسمي هيموجلوبين، عايز اعرف انواعه، الرياكشنز او التفاعلات اللي بيعملها، تركيبه بيتكون من ايه. تمام. في عمليه مهمه جدا جدا عايز اخدها في المحاضره اسمها اريثروبيسيس. اريثرو يعني ايه؟ المره اللي فاتت خدنا اريثرو يعني احمر، وبيسيس هنا بقى المره دي يعني تصنيع. في عمليه تصنيع خلايا الدم الحمراء. ايوه، عايز اعرف التصنيع بقى خلايا الدم الحمراء ده اصلا يعني ايه، هو يعني تصنيع خلايا الدم الحمراء. ماشي. السايت بتاعتها بيحصل فين تصنيع الارثروبيسيس ديت او تصنيع خلايا الدم الحمراء دي، وبعد كده الاستيجز بتاعتها والعوامل اللي بتاثر عليها كمان. هي دي العناوين اللي ان شاء الله ناخدها في المحاضره بتاعتنا باذن الله. نبدا مع بعض باول عنوان، الا وهو الار بي سيز كاونت، ونعرف عندنا قد ايه في جسمنا من الار بي سيز. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ار بي سيز كاونت، قال لك تعرف ان الار بي سيز كاونت هي بتشكل 99% من كل خلايا البلد. يعني انا المره فاتت لما جيت قسمت البلد كحجم كده قسمته 45% خلايا و55% بلازما، صح؟ تمام. تعرف بقى ان ال 45% خلايا دول 99% منهم ار بي سيز بس. تمام. يعني اكتر خلايا ومعظم الخلايا الموجوده في البلد هي ار بي سيز بنسبه 99%، 1% بس وايت بلد سيز وبليتلتس الاثنين مع بعض كده. تمام. طيب، الحاجه الثانيه اللي عايز اعرفها، عايز اعرف انا جوايا قد ايه، انا جوايا كام خليه بقى من الار بي سيز ديت، عندي كام خليه. اقول لك على حسب انت ايه، على حسب انت ميل ولا فيميل ولا طفل صغير لسه مولود. تمام. طيب، الاختلاف هما مختلفين عن بعض في العدد، والاختلاف دوت له حكمه، له حكمه يعني له سبب ان في الاختلاف دوت، وله كيف يعني ازاي الاختلاف دوت حصل. طيب، نبدا مثلا بالميل. قال لك الميل ده بيبقى فيه 5 مليون خليه في كل مليمتر مكعب من الدم. تمام. 5 مليون خليه في كل مليمتر مكعب من الدم. طب بالنسبه للفيميل، قال لك لا، الفيميل 4.5 بس، 4.5 مليون خليه في كل مليمتر مكعب من الدم. طب ليه الفرق ده؟ ايه الحكمه من كده؟ الحكمه من كده
ان احنا عارفين ان الار بي سيز ديت هي نواقل الاكسجين، صح؟ هي العربيات اللي بتحمل الاكسجين وتوديه للخلايا عشان تحرق بيه الجلوكوز وتاخد منه طاقه. طيب بما ان الميل الذكر مكلف بالشغل اكتر عن الفيميل وبيشتغل اكتر وبيبذل مجهود اكتر عن الفيميل، فربنا سبحانه وتعالى خلق له عدد ار بي سيز اكتر، خلق له عدد ار بي سيز اكتر عشان تنقل له اكسجين اكتر ويعمل جلايكولوس اكتر وياخد طاقه اكتر تناسب الشغل اللي هو بيعمله، صح كده؟ تمام. طيب ده السبب. الكيف، يعني ايه الكيف؟ ايه الحاجه الموجوده في الميل مش موجوده في الفيميل خلت الميل عنده 5 مليون خليه والفيميل عندها 4.5 مليون خليه بس؟ حاجه موجوده في الميل مش موجوده في الفيميل، الاندروجين التستوستيرون هرمون الذكوره. فعلا احنا قلنا هرمون الذكوره ده او الاندروجين او التستوستيرون بيكون له تاثير على عمليه تصنيع الار بي سيز او الاريثرو بي سيز، وهناخدها ان شاء الله في المحاضره. طيب نيجي بقى للانفانت او النيو بورن ده، على عكس متوقع خاص لو وقفنا اي حد في الشارع وسالناه، بص لو احنا عندنا واحد قطط وعندنا واحد لسه مولود، عدد الار بي سيز او خلايا الدم الحمراء في مين هيكون اكتر؟ هقول لك طبعا القطط، لان هو بيشتغل اكتر من الطفل اللي لسه مولود دوت اللي لسه ما لحقش يعمل حاجه. هقول له بالعكس، لان الطفل الصغير لسه مولود دوت او النيو بورن الانفانت او النيو بورن هو لسه مولود قعد بس كام سنه او سنتين كده من حياته، لان عنده 6 ل 7 مليون خليه في كل ملي متر مكعب من الدم. يا نهار ابيض، عدد خلايا اكتر من شخص تاني بالغ. طب ليه ده ما بيبذلش مجهود ولا حاجه؟ يعني لسه اصلا ما عملش اي حاجه في حياته، ليه عنده عدد خلايا اكتر؟ تعال نشوف الحكمه من ده. قال لك ايه؟ قال لك ان البيبي، والبيبي هو في بطن امه ربنا سبحانه وتعالى حفز حاجات فيه انها تصنع ار بي سيز كتير، فتولد بعدد خلايا اكتر. ليه بقى؟ لان البيبي دوت اول ما يتولد اول سنه او سنتين من حياته، تمام كده، هيعتمد في الاكل بتاعه على الملك بتاع الام، تمام؟ والملك دوت بيكون ما فيهوش حديد، ما فيهوش ايرن، تمام؟ والايرن دوت ماده خام اساسيه مهمه جدا عشان اصنع ار بي سيز. ما الار بي سيز ديت هي عباره عن هيموجلوبين، هيم يعني حديد مربط فيه كده شويه حاجات، بس هيم معناه ايه؟ هيم معناها حديد مربط فيه شويه حاجات كده، تمام؟ والجلوبين يعني بروتين. فالفكره ان انا محتاجه حديد، ده اساسي، ده حاجه اساسيه مهمه جدا محتاجاها علشان اكون الار بي سيز او الهيموجلوبين بتاعي دوت، تمام؟ فازاي بقى البيبي دوت اللي هو ما عندوش مصدر للحديد هيكون ار بي سيز؟ قال لك فربنا سبحانه وتعالى خلق له عدد خلايا اكتر تشكل احتياطي، يعني اكن الخلايا الكتير دهيت هي عباره عن احتياطي للحديد. بمعنى ايه؟ الار بي سيز ديت لما تشتغل وتعمل شغلها وكل حاجه وتعمل شغلها بقى في البلد وتقضي فتره العمر بتاعتها وتروح تتكسر فمن ضمن مواد تكسيرها الحديد ده، فناخد الحديد ده اعمله ريسايكلينج واكون منه ار بي سيز جديده. الفتره بتاع اول سنه او سنتين بس من حياتي اللي انا ما عنديش مصدر الحديد تاني، وبعد كده لما ابتدي اخد بقى اكل من بره، تمام، اخد واخد منه الحديد، يرجع تاني عدد الار بي سي عندي الطبيعي ال 5 مليون بتوعي او 4.5 على حسب بقى هو بيبي دوت ميل ولا فيميل، تمام كده؟ يبقى فهمنا الحكمه من ده. طب الكيف، الكيف هناخده في هناخده في المحاضره، نعرف ازاي ايه الحاجه الموجوده في البيبي دوت حفزت ان هو يبقى عنده 6 ل 7 مليون خليه او عدد ار بي سي اكتر، هنعرفه ان شاء الله في المحاضره باذن الله، تمام؟ يبقى كده عرفت الار بي سي كاونت موجود في الميل 5 مليون، في الفيميل 4.5 مليون، في البيبي 6 في النيو بورن يعني الانفانت 6 7 مليون خليه لكل ملي متر مكعب من الدم، وده له حكمه وله كيف، وعرفنا الحكمه ان شاء الله والكيف. ناخد بقى مع بعض الايه الار بي سيز شيب اند فوليوم، شكل الار بي سيز ديت عامل ازاي؟ تعالوا نبص كده على شكلها واحنا نوصف. والله الار بي سيز ديت هي عباره عن خليه شكلها سيركلر مدوره اهيت، وبص كده فيها لقيت في الابر سيرفيس بتاعها في حته ديبريشن كده، حته ديبريسد كده منخفضه كده، ومن اللور سيرفيس بتاعها بردك لو بصيت هلاقي حته ديبريسد كده فيها انخفاض، تمام؟ فقال لك الانخفاض دوت احنا بنسميه ان هي عندها باي كونكيفيتي. يعني ايه باي كونكيفيتي؟ باي كونكيفيتي يعني مقعره الوجهين، باي يعني 2 وكونكيف يعني حاجه زي كهف كده، كونكيف يعني مقعر، فهي عندها باي كونكيفيتي يعني مقعره الوجهين، يعني عندها زي كهف كده من فوق وكهف كده من تحت، انخفاض يعني، تمام؟ بص لو جينا نبص على الار بي سيز كده هقول لك مثلا انها في الاول كانت عامله كده، ده ببص عليها من الجنب، لو بصيت عليها من الجنب كده هلاقيها عامله كده ديسك، يعني ايه اللي هو اسطوانه كده، وبعدين ايه اللي حصل فيها بقى؟ قام حاصل انخفاض من هنا كده وانخفاض من هنا كده، فبقت شكلها عامله كده، بقت شكلها ايه؟ بقت شكلها عامله كده، بقت مقعره الوجهين من فوق ومن تحت. طيب قال لك طب من المنظر دوت بقى هتقول لي ان الثيكنس، ان السمك بتاع الار بي سيز من السنتر هيبقى مختلف عن السمك بتاع الار بي سيز من البريفري. اقول لك فعلا، لان السمك بتاع الار بي سيز من السنتر بيبقى 1 مايكرومتر، ماشي، اما في البريفري بيبقى 2 مايكرومتر، طبيعي لان انا عملت ايه؟ عملت الدبريشن او عملت انخفاض او عملت بايكو كافيتي في النص، فالسمك في النص هيبقى اقل من السمك على ايه؟ على الطرد. طيب عايز اعرف ايه الحجم من ده؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الار بي سيز ديت يبقى عندها باي كونكيفيتي ديت؟ هقول لك بص، مش باي كونكيفيتي ديت معناها انك عملت تانية في السيل ممبرين بتاع الخليه، تمام؟ يعني السيل ممبرين كان المفروض قدامي اهوت، قمت جاي من هنا كده وعامله فيه تانية من فوق وتانية من تحت، تمام؟ اي ثنيات بتحصل في جسمك بيكون الغرض منها انك تزود مساحه السطح،
ازود ايه، ازود بصعه سطحيه، مش الار بي سيز ديت بتكون معرضه للغازات اكسجين وكربون دايوكسيد بقى اللي بتاخده من اللنج واللي بتاخده من التيشوز، ماشي، بتاخد اكسجين وكربون دايوكسيد وبتتعامل معاهم، تمام، عن طريق السيل ميمبرين بتاعها ده، تمام. فربنا سبحانه وتعالى زود السيرفيس اريا بتاع السيل ميمبرين ده عشان تكون الار بي سيز معرضه لحجم اكبر من الغازات الاكسجين وكربون دايوكسيد، فتقدر تشيل اكبر حجم ممكن او اكبر عدد ممكن من الجزيئات بتاع الاكسجين وكربون دايوكسيد. يبقى انا زودت السيرفيس اريا بتاعتي المعرضه للغازات ديت عشان تمسك في اكبر، يعني اكسجين هنا مثلا، اكسجين هنا، اكسجين هنا، اكسجين هنا، شوف انا مسكت هنا في اكبر عدد من جزيئات الاكسجين، على عكس هنا مثلا امسك فين في حبه صغيره. فلما زودت السيرفيس اريا زودت المساحه مساحه السطح المعرضه للتفاعل مع الغازات عشان تقدر تمسك فيها الار بي سيز، تمام كده، تمام. يبقى الار بي سي الشكل بتاعها عامل ازاي؟ بتبقى سيركولر وتبقى باي كونكيف، ماشي، لان عشان الباي كونكيف دي تلاقي ان الثيكنس بتاعها في السنتر بيبقى صغير 1 مايكرومتر، اما في البريفري بيبقى 2 مايكرومتر. اهو برضو شكلها ادي الار بي سيز، الثيكنس بتاعها في النص بيبقى اصغر من الثيكنس في البريفري، هنا 2 مايكرومتر، اما هنا 1 ايه مايكرومتر. ايه السبب من ده؟ عرفنا ان احنا بنكبر السيرفيس اريا، قال لك تو بروفايد ذا لارج سيرفيس اريا عشان توفر اكبر مساحه سطح معرضه ممكنه، ماشي، فور ذا بيربز اوف جاز ديفيوجن، توفر مساحه سطح يعني تكون معرضه لتبادل الغازات بشكل اكتر، تمام. طيب ده كويس جدا. طيب ايه هو الحاجه الاستراكشر الموجوده في الار بي سيز بتخلي فيها الباي كونكيفيتي ديت؟ اه، ايه الحاجه الموجوده في ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الار بي سيز؟ يبقى انا برضك دلوقتي عرفت الايه، عرفت الحكمه من ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق باي كونكيفيتي في الار بي سيز. طب ازاي بقى؟ الكيف ازاي اللي حصل؟ قال لك الار بي سيز ديت فيها بروتينين مهمين جدا، البروتين دول يعتبروا كونتراكتايل بروتينز. بيعتبروا ايه؟ بيعتبروا كونتراكتايل بروتينز. يعني ايه كونتراكتايل بروتينز؟ كونتراكتايل دي جاي من كونتراكشن، هم بروتينات قادرين ان هم يعملوا كونتراكشن. ده ازاي يعني؟ زي الاكتين والمايوسين الموجودين في العضله كده، مش دول بروتين بيعملوا كونتراكشن للعضله؟ نفس الفكره، الار بي سي برده جواها بروتينات زي الاكتين والمايوسين كده، بس اسمهم انكرين وسبكترين. البروتينات ديت لها القدره انها تعمل كونتراكشن، تمام؟ تبقى موجوده هنا كده، انكرون سبكتر، انكرون سبكتر، انكرون سبكتر، انكرون سبكتر، من المنظر ده، تمام كده، بموجودين على السيل ممبرين بتاع الار بي سيز بس من جوه، تمام. لهم قدره انهم يعملوا كونتراكشن، فيقوموا شادين الوول بالمنظر ده كده، يقوموا شادين الوول بالمنظر ده كده، فيحصل الكونتراكشن دوت من ايه، من النص كده. وبصوا الاقي الباي كونكيفيتي كويت عندي من النص، تمام. دول هم الانكرين والسبكترين. يبقى الانكرون سبكترين دول كونتراكتايل بروتينز، انكرون سبكترين دول كونتراكتايل بروتينز، بيبقوا موجودين فين؟ موجودين في الممبرين، موجودين في السيل ممبرين بتاع الار بي سيز من جوه. اسمهم ايه؟ اسمهم مهم جدا، اسمهم انكرين وسبكترين، بينهم كونتراكتايل بروتينز، فيقعدوا يشدوا الممبرين بتاعي كده لجوه، اه يعملوا انقباض، يعملوا انقباض، يعملوا انقباض، يعملوا انقباض، فيحصل عندي الباك كونكتيف بتاعت الار بي سيز ديت. وبالتالي هقول لك ايه اللي هيحصل لو كان في شخص مثلا عنده حاله كونجيتال او كونجيتال، يعني مولود بيها جينيتال ديفكت، ان هو ما عندوش الانكرين وسبكترين ديت. هتقول لي الباك كونكتيف مش هتتكون والار بي سيز هترجع تاني شكلها مدور من غير الباك كونكتيف ديت. اقول لك اه، طب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا، للاسف دي حاجه وحشه. طب ليه؟ الانكرون سبكترين دول بما ان هم لهم خاصيه انقباض، فبيشدوا الممبرين بتاع الار بي سيز كده وبيكسبوه قوه. يعني لما انا اشد الممبرين بتاع الار بي سيز كده واخليه مكدس او منقبض على بعضه بالمنظر ده، او ايه اهو، او منقبض على بعضه بالمنظر ده كده، انا بدي الممبرين بتاعي قوه. كما ان اصلا البروتين ديت انا بسميها السيتوسكيلتون بتاع الخليه، بسميها هيكل الخليه، بسميها العظم بتاعها، تمام. وبالتالي لو الار بي سيز ديت نقص منها السكيلتون بتاعها، نقص منها الحاجه اللي خليها واقفه على حالها وصلبه نفسها كده، قال لك بنبص نلاقي السيل ممبرين بتاعها ده بقى فراجيل، بقى هش، بقى ضعيف، بقى سهل ان هو يفرقع بسهوله، تمام. يبقى الانكرون سبكترين دول كانوا موجودين هنا، لهم القدره انهم يعملوا انقباض، فبيدوا السلم الممبرين بتاعي صلابه وقوه لانهم شدوه شده كده، فخلوه ايه، فخلوه صلب وقوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انهم بيعملوا سيتو سكوتون بتاع الخليه، بيعملوا هيكل الخليه. فلما قالوا الخليه ديت مش هيبقى لها ايه، الخليه ديت مش هيبقى لها هيكل او مش هيبقى لها عظم يقويها، فالخليه تبقى ضعيفه وهشه. فقال لك لما بيحصل ابسنت للانكرون سبكترين ديت، الار بي سي هتبقى ايه، ار بي سي ديت هتبقى سفيريكال، هتبقى مدوره، مش هيبقى لها شكل بايكون كيفتي ديت، تمام، بالمنظر ده اهو. بدل ما كانت الار بي سي عندها بايكون كيفتي من هنا ومن هنا، لا، بقت مدوره ما فيهاش الكونكيفتي ديت. طب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ قال لك الحاجه دي اصلا احنا بنسميها سفيروسايتوزس، ظاهره السفيروسايتوزس. يعني سفيرو يعني ار بي سيز بقت سفيريكال، وسايتو يعني خليه، فهي عمليه تقور خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم الحمراء بقت سفيريكال، ما بقتش فيها الباك كونكتيفيتي ديت. طب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا، حاجه وحشه، لانها خدت السن ممبرين بتاعي يبقى فراجيل وهش وضعيف، فالار بي سيز بقت سهله قوي انها تفرقع، ار بي سيز بقت سهله قوي انها تفرقع، ويحصل للشخص دوت ايه، انيميا، ماشي، هيموسيس، يعني بيحصل له انيميا، يعني يفقد الار بي سي ديت، تمام. الار بي سي ديت بيكم ايزي ايه، بيكم ايزي تو رابشر، تمام. يبقى دي ظاهره عرفناها اهوت، وعرفنا اهميه الانكرون سبكترين. طيب الدايمتر بتاع الار بي سي، الار بي سي ديت لو جيت خدت القطر بتاعها كده على طول هيبقى كام؟ قال لك بيتراوح من 7.2 من 10 7.5 من 10 مايكرومتر، تمام. طيب والفوليوم، حجم الار بي سي ديت قد ايه؟ حجمها 90 مايكرومتر مكعب،
تمام كده. طيب يبقى احنا كده خدنا الشيب والفوليوم بتاع الار بي سيز، عرفنا انها من شكلها والله احنا وصفنا كل حاجه وكملنا الصيد ديت بالتفكير بس مش اكتر، هي سيركولار وفيها باي كونكيفيتي. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها باي كونكيفيتي؟ عشان يزود السيرفيس اريا المعرضه لتبادل الغازات. طب ايه الحاجه الموجوده في الار بي سيز خلت عندها الباي كونكيفيتي ديت؟ انكرين وسبكتين، بروتينات لها خاصيه الكونتراكتيليتي او لها قدره انها تعمل كونتراكشن، فبتشد وول كده من السيل ممبرين ولا ايه من النص وتخلي عندي باي كونكيفيتي ديت. طيب ايه اللي هيحصل لو اختفت؟ مش هيبقى في باي كونكيفيتي والار بي سيز هتبقى اسفيريكال في ظاهره اسمها سفيروسايتوزس، تكور خلايا الدم الحمراء، وبالتالي الانكرو سبكتر دول كان مديني للسيل ميمبرين بتاعي صلابه وقوه وخليه ريجيد كده وصلب، ده مش صلب يعني بس مديني قوه يعني متانه شويه. وكمان هم كانوا بيسكنوا السكيتون بتاع الخليه ما بقوش موجودين، فيبقى السيل ميمبرين بتاعي بقى فراجيل وضعيف جدا وهيربشر باي بكل سهوله، الخلايا دي ممكن تربشر بكل سهوله يعني. تمام. الدمتر بتاع الار بي سي سكان 7.2 ل 7.5 مايكرومتر وحجمها 90 مايكرومتر مكعب. طيب ندخل بقى على الار بي سي ستراكشر، نكمل ندخل على الار بي سي ستراكشر. الار بي سي بقى بتتكون من ايه تركيبها؟ قال لك الار بي سي ديت هي سبيشاليزد سيل، خلايا مميزه شويه ولها سبيشاليزد ستراكشر، لها تركيب مميز شويه، يعني هي مش زيها زي اي خليه موجوده عندي في جسمي. طب ليه؟ قال لك لان الاستراكشر السبيشاليزد اللي موجود فيها دهوت بيتناسب بيادابتد مع الفانكشن اللي هي بتقوم بيها. تمام. ما احنا مش هنقعد نقلد بعض وخلاص، كل واحد يبقى له تركيب على حسب الفانكشن اللي هيقوم بيها يا سيدي. تمام. بما ان الار بي سي فالار بي سي ديت هي سبيشاليزد سيل، لها سبيشاليزد ستراكشر يتناسب مع الفانكشن اللي هي بتعملها. طب ايه اهم فانكشن بتعملها الار بي سي؟ الار بي سي كنا واخدين في المحاضره اللي فاتت ان هي وسيله من وسائل الترانسبورت للاكسجين والكربون دايوكسيد، فهي بتعمل ترانسبورت للاكسجين والكربون دايوكسيد. طيب ايه بقى هو السبيشاليزد ستراكشر الموجود في الار بي سيز اللي يخليها قادره على انها تنقل لي الغازات بتاعتي الاكسجين والكربون دايوكسيد؟ قال لك تعال نشوف. مبدئيا هي خليه فاضيه، خليه ما فيهاش اي حاجه، يعني ما فيهاش سوري مش فاضيه، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اورجانيلز. ماشي. اول حاجه مش موجوده فيها اصلا نيوكليوس، فهي نون نيوكليتد. نون نيوكليتد يعني ما فيهاش نيوكليوس، ما فيهاش الماده الوراثيه. اذا فهي نوت ترو سيل، اذا هي خليه مش حقيقيه. ليه خليه مش حقيقيه؟ لان ما عندهاش النواه، ما عندهاش الماده الوراثيه بتاعتها اللي تميزها. تمام. ودي حاجه هستفاد بيها بعد كده كمان شويه ان شاء الله في المحاضره، واقول لك ان الار بي سيز كان نوت ديفايد، ما تقدرش تنقسم. طب ليه الار بي سي ما تقدرش تنقسم؟ لانها ما فيهاش النيوكليوس، ما فيهاش الماده الوراثيه اصلا، انا بقسمها بين خليتين. تمام. فبالتالي ما تقدرش تنقسم بالميتوزس. مظبوط. طب تاني حاجه بقى، قال لك ما فيش فيها سيلولر اورجانيلز، ما فيش فيها كل السيلولر اورجانيلز اللي انت تعرفها، ما فيهاش فيها ريبوزومز، جولجي كومبلكس، اندوبلازميك ريتيكولم، ميتوكوندريا، حتى ما فيش فيها ميتوكوندريا. تمام. طب الميتوكوندريا ديت لازم اعرف عندها شويه. ليه بقى؟ لان الميتوكوندريا ديت هي بيت الطاقه. ماشي. هي بيت الطاقه في الخليه. فلو الار بي سيز اللي هي خلايا طول الوقت شغاله وما بتقفش، يعني طول الوقت بتشتغل وبتنقل الغازات والكلام ده كله، ما عندهاش الميتوكوندريا اللي هو بيت الطاقه اللي هو مصدر، يعني مصدر بيديها اي تي بي، اذا هي بتشتغل ازاي؟ قال لك بص، مش الميتوكوندريا دي كانت وظيفتها انها تاخد الجلوكوز وتحرقه جواها في وجود الاكسجين وتديك طاقه؟ قال لك ده مظبوط. طيب الار بي سيز بقى بتاخد الطاقه بتاعتها برضو عن طريق الجلوكوز والجلايكوليسيس، بس نوعه انيروبيك جلايكوليسيس. يعني ايه انيروبيك؟ يعني بكسر الجلوكوز بتاعي برضك بس في عدم وجود ان، يعني مفيش ايروبيك، يعني هو مفيش اكسجين. تمام. اما الميتوكوندريا دي كانت بتعمل ايروبيك جلايكوليكوز جلايكوليسيس، فانا كار بي سيز مش هعمل الايروبيك دوت جلايكوليسيس، هنعمل الانيروبيك جلايكوليسيس. طب انا ليه هعمل الانيروبيك جلايكوليسيس؟ انت بتتكلم على ايه؟ بتكلم على ار بي سيز وظيفتها ايه؟ وظيفتها تنقل الاكسجين. فازاي يبقى خليه مسؤوله عن انها تنقل الاكسجين من اللنج وتوديه للتشو يكون فيها اكبر مستهلك للاكسجين في الـ في الـ في الاورجانيلز دي كلها؟ الميتوكوندريا وظيفتها انها تاخد الاكسجين، هي من ضمن شغلها انها تاخد الاكسجين. فازاي في خليه كل وظيفتها انها تنقل الاكسجين؟ تمام. ازاي في خليه كل وظيفتها انها تنقل الاكسجين اخلي فيها اورجانيل يستهلك الاكسجين دوت؟ كده كانك بتقول لي حاميها حراميها، انا هاخد الاكسجين من اللنج استهلكه انا اكون الطاقه بتاعتي وبعدين بقى اروح للتشو مش هديله حاجه. فلا، ربنا سبحانه وتعالى خلق لها مصدر ثاني للطاقه اللي هو عن طريق ايه؟ الانيروبيك جلايكوليسيس. طب عشان كده بقول لك الار بي سي بتاعتي فاضيه، لا فيها النيوكليوس ولا فيها اي اورجانيل ثانيه ممكن تتخيلها. طب ده ليه؟ ايه الحكمه من كده؟ قال لك الحكمه من كده انا عايز افاجئك بيها بصراحه شويه. ايه بقى؟ الار بي سيز دهيت اول ما اتكونت او في مراحل تكوينها المختلفه، الار بي سيز اول ما اتكونت او في خلال ما هي بتتكون كده كان فيها نيوكلياس عادي وكان فيها سيلولر اورجانيلز عادي وكان فيها ميتوكوندريا عادي، وبعد كده سخرت كل هذه الاورجانيلز في تكوين الهيموجلوبين. اهم حاجه في الار بي سيز في تكوين ايه؟ الهيموجلوبين ده. تمام. وبعد كده الاورجانيلز دي حصل لها دي جنريشن وماتت وحلت محلها بالايه؟ وحلت محلها بالهيموجلوبين ده. يبقى الار بي سي بتاعت الماتيور الفانكشن اللي شغاله تقدر تشتغل ما فيهاش اي اورجانيلز. طب ليه ما فيهاش اي اورجانيلز؟ عشان تبقى
بروفايد مور روم فور هيموجلوبين عشان توفر لي مساحه او اكبر مساحه لوجود الهيموجلوبين اللي هو اهم حاجه في الار بي سيز، لان عن طريق الهيموجلوبين ده انا بنقل الغازات بتاعتي وبعمل فانكشن بتاعتي. خلاص كده يبقى دلوقتي فهمنا ان الار بي سيز دي هي عباره عن سبيشاليز سيل بس سبيشاليز ستراكشر. ليه؟ هي تناسب مع الفانكشن اللي بتعملها لو هي ترانسبورت، ما فيهاش نيوكليس فيها نوت رو سيل ما تقدرش تنقسم، ما فيهاش اي اورجانيز ثانيه، ما فيهاش ميتوكوندريا، وبتعتمد على الطاقه بتاعتها بالانيروبيك جلايكوز مش بالايروبيك، تمام؟ عشان ما ينفعش يكون حاميه حراميه. واكبر مستهلك للاكسجين، الاكسجين في الـ في الـ في الـ اكبر مستهلك للاكسجين في الخليه يبقى موجود في خليه وظبطت هي الاكسجين ده، فما ينفعش. فهم كلهم كانوا موجودين في الاول سخروا عشان اكون بيهم هيموجلوبين، وبعد كده ماتوا وحالات محلهم بالميه عشان اوفر اكبر مساحه للهيموجلوبين بتاعي. طيب عايز اعرف الكونتنت الموجوده في الار بي سيز. الار بي سي ديت لو فتحتها كده هلاقي فيها ايه؟ بص الار بي سيز ديت لما اسميها خليه محشيه هيموجلوبين وشويه انزيمات وشويه ايونات، بس كده يبقى خليه محشيه هيموجلوبين وشويه انزيمات وشويه ايونات. طيب عشان اثبت لك انها محشيه هيموجلوبين، فقال لك انا لقيت في كل ريد بلاد سيل واحده 250 مليون مليكيول من الهيموجلوبين ده، 250 مليون مليكيول من الهيموجلوبين في ار بي سيز واحده، يعني في ريد بلاد سيل واحده. شفت؟ عشان تعرفوا انها قد ايه هي مليانه هيموجلوبين. طيب وموجود فيها شويه انزيمز هتساعدني في عمليه نقل الغازات دي برده. تمام تعال نشوف انزيمات زي ايه مثلا. قال لك انزيم زي انزيم الكربونيك انهيدريز انزيم. الانزيم دوت انزيم مهم جدا 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 ومش موجود في اماكن كتير في الجسم، موجود في اماكن محدده، ماشي؟ اهم مكان موجود فيه في الار بي سيز. طب ده ايه وظيفته؟ بص قال لك مش الار بي سيز دي كمان بتنقل الكربون دايوكسيد من التيشو وتوديه لللنج، تمام؟ الكربون دايوكسيد دوت لما بيدخل جواها ماشي لازم يدخل في تفاعل معين، ما ينفعش يفضل موجود كده كربون دايوكسيد في الار بي سيز، امال ايه؟ بيدخل في تفاعل معين عشان يتحول لصوره ثانيه. التفاعل دوت انا محتاجه فيه كربونيك انهيدريز انزيم. محتاجه فيه ايه؟ كربونيك انهيدريز انزيم ده. التفاعل دوت هتاخدوه في اخر محاضره في الفسيولوجي تقريبا، تفاعل مهم قوي وهتاخدوه يتذكر كتير يعني في محاضرات كتير في البايو كمان اعتقد. بس الفكره ايه؟ هو انزيم مهم جدا وموجود في اماكن محدده في الجسم واهم مكان موجود فيه الار بي سيز علشان يعمل التفاعل دوت ويحول الكربون دايوكسيد اللي هيدخل جوه الخليه لصوره ثانيه. يبقى الكربون دايوكسيد ترانسبورت عشان يحصل من الار بي سيز لازم وجود الكربونيك انهيدريز انزيم ده. تمام ده اول انزيم مهم عندنا. تاني انزيم اسمه جي 6 بي دي اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجين انزيم، دي هيدروجينيز انزيم. طيب ايه الانزيم دوت؟ ايه وظيفته؟ قال لك الانزيم دوت يعتبر انتي اوكسيدنت. الله، اول ما تسمع كلمه انتي اوكسيدنت في الجسم اعرف ان هي حاجه حلوه قوي. طب ليه حاجه حلوه قوي؟ بص دايما جسمنا بيكون معرض لعوامل بنسميها اوكسيدايزنج ايجنتس، يعني عوامل اكسده. العوامل دي زي ايه بقى؟ زي اللي هو سوبر اوكسيد والهيدروجين بيروكسيد والحاجات دي كلها. دي عوامل بنسميها فري راديكلز. يعني ايه فري راديكلز؟ دي مواد فاقده الكترونات، ماشي؟ ومحتاجه الالكترونات ديت عشان تتشبع. المواد ديت لما بتدخل في الجسم بتعمل ايه عشان تاخد الالكترونات بتاعتها ديت؟ بتروح على السيل ممبرين بتاع اي خليه ومكسره الخلايا بتاعته، واخده من ذراته الالكترونات اللي هي عايزاها، ماشي؟ ومدمره الخلايا ديت ومكسراها، وبالتالي بتدمر السيل ممبرين. تمام. فربنا سبحانه وتعالى عشان يحمي الار بي سيز ديت خلق فيها انزيم انتي اوكسيدنت، انزيم دوت مضاد للاكسده عشان يجي هو ويضحي بنفسه ويحمي السيل ممبرين بتاع الخليه. يعني ايه؟ لو جت فري راديكال كده يبص يلاقي قدامه جي 6 بي دي يديله هو الالكترونات اللي هو عايزها، والجي 6 بي دوت هو اللي يتكسر ويحمي السيل ممبرين بتاع الار بي سيز ان هو ما يتكسرش. عارف حتى كمان الجي 6 بي دوت انزيم مهم جدا نقصه في اشخاص مثلا يعمل حاجه اسمها انيميا الفول، لو تسمعوا عنها. في انيميا الفول ديت الاشخاص بيكون عندهم نقص في الجي 6 بي دي، وبالتالي اي بقى اوكسيدنج ايجنت او اي فري راديكالز بتيجي تقوم مدمره مكسره السيل ممبرين بتاع الار بي سيز، فيحصل لهم هيمولايسيس ويجي لهم انيميا، بنسميها انيميا الفول، تمام؟ لان هو بيكون بسبب اكل الفول كتير يعني. طيب ما علينا. قال لك طيب وفيها كمان بتعمل انيروبيك جلايكوليسيس في باصوي معين كده، تمام؟ الباصوي ده اكيد انا محتاج فيه انزيمات، فهي موجود فيها الانزيمز اللي هي محتاجاها عشان تعمل انيروبيك جلايكوليسيس عشان تطلع اي تي بي وتاخد منها الطاقه بتاعتها، زي الفل كده الانزيمات. طب الايونز؟ والله الار بي سيز هنا هتبقى زيها زي اي خليه عادي، ان هي عباره عن شنطه من البوتاسيوم كده، شنطه من البوتاسيوم مرميه في بحر من الصوديوم، فيبقى جواها بوتاسيوم كتير وبايكربونات. هيبقى جواها ايه؟ بوتاسيوم كتير وبايكربونات. وكده انا عرفت الكونتنت بتاع الار بي سيز بتاعتي، ان هي خليه محشيه هيموجلوبين وفيها انزيمات هتساعدها في شغلها، كربونيك انهيدريز انزيم اللي هيساعدها في الكربون دايوكسيد ترانسبورت، تمام؟ وجي 6 بي دي والانزيمات اللي هتساعدها انها تاخد الطاقه بتاعتها بالانيروبيك جلايكوليسيس والايونات اللي هم البوتاسيوم والايه والبايكربونات. طيب عايز اقول لك ميزه كمان موجوده في الار بي سي ديت، موجوده في السيل ممبرين بتاعها. قال لك ان الار بي سي السيل ممبرين از فليكسيبل، يعني ايه؟ مطاطي، يعني مرن. طب ده ليه؟ تعالوا بصوا كده مع بعض، بصوا الصوره دي. قال لك الار بي سي ديت مش خليه ثابته، دي خليه متنقله وبتمشي في اوعيه دمويه اسمها بلود فيسلز، تمام؟ والاوعيه ديت الحجم بتاع اليومن بتاعها عادة الحجم بتاع اليومن بتاعها مش واحد، يعني بيختلف. في لارج ارتريز بيبقى اليومن بتاعها واسع، في ارتريول صغير اليومن بتاعها بيبقى ضيق، في كابيلاريز صغيره واصغر واصغر بيبقى اليومن بتاعها صغير خالص، تمام؟ فازاي الار بي سي دي تقدر تادبت انها تمشي في كل اليومنز ديت؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها ميزه ان السيل ممبرين بتاعها فليكسبل ومطاط ويقدر يتشكل بحجم اليومن اللي هو داخل فيه. يعني هفترض معايا ادي الار بي سي بتاعتي ماشيه اهوت هنا كده في اليومن ده، ماشي وماشيه براحتها عادي واخده راحتها تماما، جت بتبص لها عندها نارو كابيلاري كده ومضطره تمشي فيه عشان تتنقل وتعدي منه وتروح، اه تمشي منه كده وتعدي منه اهو وتروح لايه؟ وتروح للارتري التاني الكبير.
تمام. فقال لك الار بي سي ديت لما تيجي نقل السيمن بين بتاع دوت فليكسبل مطاطي كده يقوم ضاغطها اهو بالمنظر دوت، عامل فيها ديفورمتي يعني مغير شكلها، بدل ما كانت شكلها سيركولار كده اهو اتضغطت بما يتناسب مع حجم اليومن، عشان تتنها ماشيه 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 لحد لما تخرج من النارو كابيلاري دوت وتروح وتقوم خارجه في ايه؟ وتقوم خارجه في ارتري اوسع يعني، فترجع تاني شكلها الطبيعي اهو تمام كده. فديت الحكمه من ربنا سبحانه وتعالى خلى السلم بتاعها فليكسبل علشان يتناسب مع اليومنز الكتيره المختلفه في الحجم اللي هي تمشي فيها من واسع لاضيق في اضيق. فالسلم بريم بتاع الفليكسبل دوت يقوم مططها كده يقوم ضاغطها كده عشان يغير شكلها بما يتناسب مع حجم اليوم اللي هي داخله فيه، لحد ما تعدي ما تعدي ما تعدي من الكبد دوت ويرجع تاني شكلها الطبيعي عادي. فهو مطاط كده عامل زي الاستك تمام، مش استك قوي يعني، بس فيه شويه فليكسبيليتي. فقال لك طب ليه الفليكسبيليتي ديت موجوده؟ تقول له الار بي سي ظبط وبي ديفورمد ان شكلها يتغير بما يتناسب مع حجم اليوم اللي هي داخله فيه تو اني شيب انسايد النارو كابيلاريز تمام. فايه اللي بيحصل لها؟ قال لك بتكون مريض بتضغط كده لحد ما تعدي خلال النارو كابيلاريز ديت من غير ما تربشر صح. الضغطه ديت بتكون مناسبه ليها يعني، الضغطه دي مش بتكون ضغطه قويه قوي تخليها تربشر، لا هي ضغطه بسيطه قوي عشان تغير من شكلها بما يتناسب مع حجم الكابيلاري دوت من غير ما تربشر تمام كده. وبعد كده بتاخد الشكل بتاعها تاني يعني، بتستعيد الشكل بتاعها تاني لما بترجع تاني النورمال شيب بتاعها يعني بعد ما تعدي من النارو كابيلاريز دي تمام. تمام كده انا عرفت كمان ميزه موجوده في السلم بريم بتاع الار بي سيز، ميزه حلوه جدا. طيب نخش على عنوان تاني، عايزين نعرف عن الار بي سيز بعد ما خدنا الكونتنت بتاعها او الكاونت بتاعها وخدنا الشيب والفوليوم. عايز اعرف اللايف سبان، يعني ايه اللايف سبان؟ يعني فتره عمر الار بي سيز، الار بي سيز دهيت هتقعد قد ايه في البلوك بتاعي شكلها كويس والشيب بتاعها مظبوط وفانكشنينج شغاله وماتيور وقادره انها تقوم بالفانكشن بتاعتها وتفيدني. قال لك بتقعد 120 يوم بما يعادل 4 شهور. فماتيور ار بي سي دهوت كان اللي بتقدر تعيش في السيركيليشن في البلد في مده 120 يوم او 4 شهور. طبعا الرقم ده مهم جدا. طيب كده عرفت اللايف سبان بتاعتها، عايز اعرف ازاي الار بي سيز لما بتخلص الفتره بتاعتها دي فتره العمر بتاعتها اللي هم 120 يوم او 4 شهور بتبقى عجوزه او ايه خلاص دلوقتي هي داخله على انها تتكسر بقى علشان ايه اخد مكوناتها ديت واكون منها حاجات تانية او اكسرها واصنع جديد تمام. قال تعالى لك الحجم من كده، قال لك لما الار بي سي بتبقى سينايل يعني ايه سينايل؟ يعني عجوزه كده. ار بي سي بتاعتها لما بتعجز بالمنظر ده كده ايه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل فيها حاجتين، الحاجتين دول بيحفزوا انها لازم تتكسر دلوقتي. ايه الحاجتين دول؟ بص مش احنا كنا لسه بنقول دلوقتي ان هي بتاخد الطاقه بتاعتها عن طريق انيروبيك جلايكوليسيس؟ طيب قال لك بقى لما بتكبر وتعدي 120 يوم بتوع دول او الاربع شهور الميتابوليزم او الباث واي بتاع ان انا اعمل انيروبيك جلايكوليسيس ده بيبقى ليس اكتف، بيبقى اقل فعاليه واقل كفاءه، وبالتالي بتقل الطاقه اللي انا محتاجاها عشان اقوم بشغلي تمام كده. يبقى اول حاجه بتحصل في الخليه ديت لما بتعجز وتعدي 120 يوم بتوعها ان الميتابوليك سيستم بتاعها اللي هو كان الميتابوليك سيستم دوت يعني عمليه التكسير اللي كنت بعملها في الانيروبيك جلايكوليسيس دي ماشي، بقت ليس اكتف بقت اقل فعاليه، وبالتالي يبقى عندي ديكريز اي تي بي برودكشن مش هطلع اي تي بي كتير تمام. والار بي سي ديت كلنا عارفين حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب او صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز صح كده، دي بتبقى عباره عن بامب موجوده في السلم المريم بتاع الخلايا بتساعدها في الفيستولوجيكال اكشنز اللي بتعملها طول الوقت تمام. موجوده برضك في الار بي سيز واسمها ايه؟ اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. يعني ايه اي تي بيز؟ يعني محتاجه طاقه عشان تكسرها وتشتغل وتفتح وتقوم بالشغل بتاعتها تمام. طب دلوقتي انا في حاله قل عندي الاي تي بي برودكشن وعندي اي تي بي قليل، هل يا ترى يا صوديوم بوتاسيوم بامب هتشتغلي؟ لا. هل يا ترى هقوم انا كار بي سيز بالفانكشن بتاعتي؟ لا، ما انت كنت بتساعديني فمش هقوم بالفانكشن بتاعتي. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، قال لك مش انت كنت لسه بتقول دلوقتي ان السلم البريم بتاع الار بي سيز ديت بيبقى فليكسبل؟ ايوه. قال لك الار بي سي ديت لما بتكبر بقى وتعجز كده السلم البريم بتاعها بيفقد الفليكسبيليتي بتاعته ديت ويبقى فراجيل اكتر. السلم البريم بتاعها بيبقى ايه؟ بيفقد الفليكسبيليتي ديت، ما بقاش فيه المرونه ديت وبيبقى فراجيل، بيبقى هش اكتر تمام كده. تمام. وبالتالي انا عندي احتمال من الاحتماليه. تعال مثلا نكبر هنا كده ثانيه واحده ماشي. عندي احتمال من الاحتمالين، ادي اهوت بلط فيسل وادي نارو كابيلاري. الار بي سيز لازم تيجي تعدي من هنا ماشي. طيب هعملها لكم لون تاني. ادي ار بي سيز اهيت ماشيه هنا كده، ودلوقتي انا بقول لك ان فقدت الفلكسبيليتي بتاعتها والسلم المرن بتاعها بقى فراجيل، بقى هش وضعيف. فبالتالي لما تيجي تعمل هنا، لما تيجي تكون عايز تيجي تدخل في النارو كابيلاري هنا مش هتعرف تخش. طب ليه مش هتعرف تخش؟ لان ما عندهاش الفلكسبيليتي اللي تخليها، اللي ما عندهاش الفلكسبيليتي اللي تضغطها بما يتناسب مع حجم اليومن ده عشان تدخل فيه تمام. فبالتالي الار بي سي هتيجي تقف هنا كده، والار بي سي الثانيه هتيجي تقف هنا، والار بي سي الثانيه تيجي تقف هنا، يقفوا يتجمعوا كده مع بعض وكلهم السلم المرن بتاعهم بقى هش وضعيف فيضغطوا على بعض ويفرقعوا. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه، هفترض معاكم مثلا ان في واحده قدرت انها تدخل
انها تدخل الكباله ديت. ماشي، السيل ميمبرين بتاعها برضك فراجيل وما عندوش الفلكسبيليتي ولا المرونه اللي يخليه يعدي ويكمل في الكباله ديت، تمام. فهتبص تلاقي الكباله ديت قام ضغط على السيل ميمبرين وفرقعه. ففي كل الحالات، في كل حال بما ان انا فقدت الفلكسبيليتي بتاعتي انا هفرقع، لان انا مش هقدر اكون، مش هقدر ادخل جوه النارو الكباله ديت واعدي منها واروح للارتر الثاني، فنتجمع كده كلنا مع بعض ونضغط على بعض ونفرقع. دي حاجه. ولو قدرت ان انا ادخل مش هقدر اكمل الطريق، ماشي، لان انا ما عنديش فلكسبيليتي، مش هقدر اكمل الطريق. الكباله ديت لو اتحرك اي حركه دوت هيفرقعني، اي حركه بس هيفرقعني، تمام. تمام. يبقى تاني سبب هو بيخلي ان ار بي سيز ديت لما تعدي 120 يوم بتوع لازم تتكسر، ان بتفقد الفلكسبيتي بتاعتها، فبتبقى مور فراجايل، فبقى سهل قوي انها تتكسر ديورنج بس ثرو نارو كابيلاريز. قال لك نارو كابيلاريز يعني حجمها قد ايه، يعني الوايب بتاع النارو كابيلاري دي بيبقى 3 مايكرومتر، واحنا قلنا الدايمتر بتاع الار بي سيز كام؟ من 7.2 من 10 ل 7.5، صح؟ فازاي 7.2 من 10 ل 7.5 هيخش جوه 3؟ في الاول في الطبيعي عادي كان بيخش، لان هو كان بيتضغط عن طريق الفلكسبيتي الموجوده في السيم برين، بس دلوقتي مش موجوده فمش هيقدر يخش. قال لك سبيشالي بقى الكابيلاريز بتبقى موجوده في السبلين. سبيشالي ايه؟ الكبائر بتبقى موجوده في السبلين دي، بتبقى فعلا الكبائر دي بتبقى مره فعلا ودقيقه جدا، فالار بي سيز بتيجي عندها بتقوم مكسره على طول، تمام كده. عشان كده بيسموه السبلين دوت هو مقبره خلايا الدم الحمراء، هو اكتر مكان بتتكسر فيه خلايا الدم الحمراء. ليه؟ لان الكبائر بتاعته هي من ادي الكبائر الموجوده في الجسم، تمام. بيبقى الوايد بتاعها 3 مايكرومتر وايد، فالار بي سي لما تيجي تخش فيها هتجمع مع بعضها وتقوم مفرقعه ومتكسره، والسبلين بقى يكسر لي الار بي سي ديت واخد منها بقى المكونات بتاعتها عشان اكون منها ار بي سي جديده وهكذا، تمام. طيب ما كده عرفت اللايف سبان بتاعتي، وعرفت ايه الحكمه من ان الار بي سي ديت بعد 120 يوم او بعد 4 شهور بتبقى خلاص نايل وعجوزه ومش قادره تعمل شغلها. ليه؟ الميتابوليك سيستم اللي هو كان عن طريقه بتعمل انيروبيك جلوكوز وبتاخد اكسجين او بتاخد اي تي بي، قل بقى ليس اكتف، بقى اقل فعاليه، وبالتالي هتقل الاي تي بي اللي هي محتاجاه عشان تعمل شغلها، اللي كانت محتاجاه مثلا على سبيل المثال يعني صوديوم بوتاسيوم بامب كانت محتاجه اي تي بي. طب الحاجه الثانيه السيم بيرم بتاعها بيبقى بيفقد الفلكسبيتي بتاعتها وبيبقى مور فراجيل، وسهل اكتر ان هو يتكسر، فبتتكسر بسهوله جدا في النار كبيره زي اللي موجوده في السبلين لانها تبقى ضيقه قوي، تمام. عشان كده بيسموا السبلين ده مقبره خلايا الدم الحمراء. طيب ناخد مع بعض سؤالين كده. اول سؤال بيقول لك ايه which of these proteins are responsible for biconcavity in the RBCs membrane. ماشي، ايه المسؤول عن يعمل بايكونكافيتي؟ اتنين كنت اختار بروتينز اسمهم ايه؟ اسمهم انكرين وسبكترين، مظبوط، ما تلخبطوش بينهم وبين الاكتين والمايوسين، تمام. طيب السؤال الثاني، ار بي سيز ليف فور، ار بي سي دي بتقعد لمده 120 يوم اللايف سبان بتاعتها. ليه بتقعد لمده 120 يوم؟ عشان نقص الاي تي بي، صح، هي فعلا لما بتبقى 120 يوم بعد كده الاي تي بي بتقل فبعد كده بتتكسر. طب السيم ميمبرين بتاعها بيفقد الفلكسبيليتي بتاعتها برضه، صح، يبقى اتنين. بص اوف ذم، دلوقتي انا خدت المعلومات بتاعتي اللي انا عايز اعرفها عن الار بي سيز كلها بشكل عام، من كاونت وشيب ولايف سبان وستراكشر. الفانكشن هاخدها في الاخر مع الفانكشن بتاعت الهيموجلوبين، تمام. طيب هخش بقى على العمليه اللي احنا اتفقنا عليها اللي اسمها اريتروبيسيس، عمليه مثيره جدا. هنعرف يعني ايه والسايتس بتاعتها والستيجز والايه والفاكتورز بتاثر عليها، تمام. هناخد بقى عمليه الاريثروبيسيس. يعني ايه اريثروبيسيس؟ ديفينيشن بتاعها احنا عرفنا، قلت لك اريثرو يعني احمر وبيسيس يعني تصنيع، في عمليه التصنيع بتاع خلايا الدم الحمراء فيها معناها فورميشن او سينثيسيس اوف الار بي سيز. طيب عايز اعرف السايتس بتاعتها، ايه الاماكن اللي بيحصل فيها اريثروبيسيس؟ عايز اقول لك ان الاماكن دي ده حوار كبير قوي. طب ليه؟ لان الاماكن بتاعه الاريثروبيسيس بتختلف على حسب المرحله العمريه اللي انت فيها. يعني ايه؟ بتختلف من وين انت فيتس، تمام، لو انت بقيت الشاب عندك 3 5 سنين كده، تمام، ومن وين انت ادلت عندك 20 سنه، ومن وين انت اولد ايج عندك اكتر من 20 سنه، على حسب المرحله اللي انت فيها دي، ماشي، بتختلف مكان بتاع تصنيع الار بي سيز. تعالوا نشوف. قال لك مثلا في الفيتوس لقينا ان مكان تصنيع، لقينا ان مكان الاريثروبيسيس ده، هنقول بقى على طول بقى الاريثروبيسيس بقى، ماشي، مكان الاريثروبيسيس ده بيكون مكانين هما الليفر والسبلين، تمام كده، ده وانا فيتوس، تمام. بعد كده كبرت وبقيت تشيلد عندي 3 او 5 سنين كده، فقال لك انا هعتمد على ايه بقى؟ هعتمد على البون مارو اوف اول بونز، واحده واحده بقى. دلوقتي البون مارو دوت، البون مارو دوت اللي هو النسيج السبونج ده اللي موجود جوه البونز، تمام. البون مارو دوت ده النسيج، لو جيت شقيت بونه كده بالنص هبص الاقي فيها فجوات فجوات فجوات، الفجوات ديت فيها ستيم سيلز، خلايا جذعيه، الخلايا دي بنسميها خلايا البون مارو القادره على انها تصنع لي خلايا الدم، ماشي، تمام. ونعرف دلوقتي اصلا الستيج بتحصل ازاي. طيب الفكره ان انا دلوقتي وانا تشايلد كونت الار بي سيز بتاعتي من البون مارو. طب ليه وانا فيتوس ما كونتش الار بي سيز بتاعتي من البون مارو؟ هو لو كنت فيتوس اصلا ما كانش عندك بون، يعني البون بتاعك ده كان لسه عباره عن كارتليج ولسه ما حصلوش اوسيفيكيشن او تعظم وترسيب للكالسيوم والفوسفورس فيه، وبالتالي ما كانش فيه اصلا بون عشان يبقى فيه بون مارو، تمام. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا او خلانا نعتمد واحنا فيتوس كده على السبلين وعلى الليفر كمصادر بديله للبون، تمام كده، او ايه كحاجات كده بديله للبون اكون منها ار بي سيز على ما تفرج يعني والبون بتاعي يتكون، تمام. يبقى وانا تشايلد اهوت الحمد لله البونز بتاعتي كلها كانت اتكونت وحصل لها اوسيفيكيشن
تعظم، فقال لك انا هعتمد بقى في تصنيع الار بي سيز على كل، على البون مارو الموجود في كل انواع البونز. يعني كل انواع البونز، اللونج بون زي الفيمر مثلا والهيومرس، الفلات بون زي اللي هي السكابلا والاسترنم، الميمبرينس بونز زي الكلافيكيل، كل انواع الشورت بونز بتاعت الفالانجيز، اي بون اتكون واتكون فيه بون مارو هعتمد على بون مارو ده في تصنيع الار بي سيز، هستغله بقى. طيب تعال نقول كده ان انا كبرت وبقى عندي 20 سنه، قال لك هتعتمد برضو على بون مارو في تصنيع الار بي سيز، تمام. ولكن هنا بقى البون مارو ده بالشروط. يعني ايه بالشروط؟ يعني مش البون مارو بتاع كل البونز بتاعتك. طب ايه شروطك؟ قال لك انا عايز البون مارو بتاع الممبرينس بونز. طب ثانيه واحده، يعني ايه اصلا الممبرينس بونز؟ الممبرينس بونز ديت قال لك مش انت عارف ان البون ده الطبيعي بتاعه ان هو يبقى في الاول كارتليج وبعد كده يحصل له اوسيفيكيشن وترص فيه كالسيوم وفوسفورس يبقى عظم، تمام. الممبرينس بونز بقى ديت ما كانش اصلها كارتليج، امال ايه؟ كان اصلها ممبرين بيتكون من كونيه التيشو يعني كولاجين، تمام، وبعد كده اتحول لبون. زي مين مثلا؟ زي الكلافيكل، عظمه اللي هي الترقوه ديت، تمام، هي ميمبرينس بونز. فقال لك وانت اضلت هتعتمد على ميمبرينس بونز ديت جدا في ان يحصل في انك ايه في انك او على البون مارو بتاعها، يعني في انك تكون ار بي سيز، تمام. وايه تاني؟ وقال لك على اللونج بونز برضو، ما بقى شروط بقى ماشي على اللونج بونز، بس مش في كل الاماكن بتاعت اللونج بونز، امال الاندس بس بتاعتها. عارفين نهايات اللونج بون ديت بنسميها ايبيفيسس؟ اه، انا هعتمد بقى على الايبيفيسس ديت او الاندس بتاعت اللونج بونز ديت بس في تصنيع الار بي سيز. طب ليه مش هتعتمد على الشفت؟ ليه مش هتعتمد على الماسوره بتاعت اللونج بونز ديت او اللي بنسميها الضيافيسس، مش هتعتمد عليها ليه؟ قال لك بص، البون مارو دوت نوعين، عندي ريد بون مارو بيبقى احمر هو ده اللي بيبقى فيه الستيم سيلز بتاعت القادره على انها تصنع الار بي سيز، الخلايا الجذعيه القادره على انها تصنع الار بي سيز، ماشي. وبون تاني، بون مارو تاني بيبقى يلو اصفر، تمام كده. او ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك في الاول خالص لما البون مارو بتاعك بيكون تاتشايلد كده بيبقى من النوع الاحمر ده، عشان كده انت كنت بتعتمد عليه في تكوين الار بي سيز لان هو كان فيه الستيم سيلز بتاعتك، ماشي. لما بتكبر بقى طول عمرك كده بيبتدي يحصل ايه؟ ديبوزيشن للفات، ترصيب للدهون في هذا الريد بون مارو، فبيتحول من ريد بون مارو ليلو بون مارو، فقد الفانكشن بتاعته اللي هي الارثوبوتيك فانكشن بتاعته، فقد وظيفته على ان هو يكون ايه؟ على ان هو يكون ار بي سيز، لان ما بقاش فيه ستيم سيلز، الستيم سيلز بتتحل محلها فات، تمام. فقال لك من اول الاماكن اللي بيحصل فيها ديبوزيشن للفات ديت اللونج بونز في الشفت، وبالتالي وانت عندك 20 سنه كده خلاص الشفت بتاعتك بقت مليانه، مليانه ايه؟ مليانه دهون، يبقى انت مش هتقدر تعتمد عليها في تكوين الار بي سيز لانها خلاص ما بقاش فيها ستيم سيلز، لسه الاندس بس هي اللي لسه موجوده وفيها الحياه كده وفيها الستيم سيلز، فهعتمد عليها لفتره مؤقته برضك عشان لما اكبر ويبقى عندي اولد ايج اكتر من 20 سنه هيحصل بقى هيكمل الديبوزيشن بتاعي اللي فات في الاندس اوف اللونج بونز، ومش هعتمد خلاص بقى على اللونج بونز في تصنيع الار بي سيز، واعتمد بس على الممبرينس بونز بتاعتي الا وهي الكلافيكل. اذا بشكل عام كده لما اقول السايت بتاعت الارثروبيسيس هي ايه؟ هي العظم، هي البون مارو. يعني بشكل عام السايت بتاع الارثروبيسيس هو البون، هو البون مارو الموجود في البون، ولكن لو في ظروف تمنعني من ان اكون البون مارو دوت لازم اجيب مصادر بديله، زي مثلا الظروف وانا فيتس اصلا ما كانش عندي بون خلاص اعتمد على الليفر وعلى السبلين، وانا تشايد البونز الحمد لله كونت خلاص اعتمد عليها كلها، كل انواع البونز الموجوده عندك. طب دلوقتي وانا اضلت عندي 20 سنه، اضلت عندك 20 سنه اعتمد على البونز برضو. طب دلوقتي انا عندي مشكله في لونج بونز الشفت بتاعتها بدا يحصل فيها ديبشن اللي فات مش هقدر اعتمد عليها، اذا خلاص اعتمد على الميمبرينس بونز اللي هي زي الكلافيكل مثلا، ويعتمد على ايه؟ الابيفسس بس او الاندس بس بتاعت اللونج بونز ديت، اللونج بونز زي مثلا الفيمر اللي هي عظمه الفخذ، والهيومرس اللي هي العضد اللي بتبقى موجوده في الدراع ديت، تمام. اعتمد على الاندس بس بتاعتها اللي هي لسه موجود فيها ستيم سيلز. طب انا كبرت دلوقتي وحصل كمل الديبوجن بتاع الفات في الاند وصل الاندس كمان، خلاص انا كده خلاص الاندس بتاع اللونج بونز بتاعتي خلاص مش هقدر اعتمد عليها، انتهى استعمالها، واعتمد بس على الممبرينس بونز زي الكلافيكل، تمام كده. بص كده السلايد الجاي اهو، بصوا ده المنظر اللي بيحصل، وانا لسه انفنت لسه مولود اهوت، البون مارو بتاعي ريد واحمر وزي الفل. بعد كده بمرور العمر اهوت بقى عندي مثلا 10 سنين بدا يحصل ديبوزيشن للفات، واول مكان حصل فيه ديبوزيشن للفات مين؟ هو الشفت، هو الضيفسس، هو الماسوره بتاعت اللونج بون ديت. وبعد كده بمرور العمر اهوت بدا الديبوزيشن او الفات دوت يوصل بقى للاندس اهو، تمام، لحد ما بقيت ادلت ووصل للاندس بس فيه لسه مكان فاضي اهوت، ده المكان اللي انا هعتمد منه وانا ادلت على الارثوبيسس، ماشي. بعد كده لما اكبر بقى خالص وابقى اكتر من 20 سنه دي كلها تبقى صفر، تمام كده. فقال لك ان هو باي ايج الشافت اوف لونج بونز ديت بيكون يلو، بتبقى اصفر، تبقى لونها اصفر يعني بدل ريد، ديو تو ايه؟ ديبوزيشن اوف الفات او ديو تو فات ديبوزيشن اند لوزس، وبتفقد الايثروبوتيك فانكشن بتاعتها نتيجه ان انت حليت محل الستيم سيلز ديت بفات سيلز، وبالتالي فقدت الايثروبوتيك فانكشن بتاعتك لانك ما بقاش عندك ستيم سيلز خلايا جذعيه تكون منها ايه؟ ار بي سيز. وهنا ده المخطط بوضح فيه العلاقه ما بين السن هنا كده على الخط افق دوت السن، وهنا مدى اعتمادك او نسبه اعتمادك على اللونج بونز او على البونز عموما في ايه؟ في الارثوبيسيس. فقال لك وانت لسه صغير اهوت انت كنت بتعتمد وانت تشايلد، يعني عندك 5 سنين تقريبا كنت بتعتمد بنسبه 100، يعني كنت بتعتمد على كل انواع البونز الموجوده في جسمك، يعني التيبيا اللي هي العظمه القصبه اللي بتبقى موجوده في الرجل، تمام، والفيمر اللي هي عظمه الفخذ زي ما قلنا، والريب اي ضلع او ستنم عظمه القص، والفرتبري، كان كل انواع العظام دهيت كنت بكون منها ار بي سيز، فكنت بعتمد عليها كلها بنسبه 100% في مرتي اي نوع هتعمل عليه بنسبه 100%، تمام. بمرور العمر اهوت بدا يحصل ديبوزيشن للفات في التيبيا، ديبوزيشن للفات في الفيمر، ديبوزيشن للفات في الريب والاستنم يعني والريتبري، بس بيبقى معدل اقل،
تمام. فبص كده لحد ما جيت عند وقت لقيت وانا مثلا عندي 20 سنه ماشي، انا مش هعتمد خالص على الشفت بتاعت التيبيا ولا الفيمر لان كلها بقت مليانه دهون خلاص، فاعتمادي عليها بقى 0%، مش هعتمد عليها اصلا خلاص، اعتمد على الاندس بس بتاعتها وعلى الميمبرين سبونز تمام. ولكن بمرور الوقت بقى بما ان الدبوزيشن الفات دوت في الفيرتبري وفي الاستنوم وفي الريب قال لك بيتوقف عند نسبه معينه، يعني العظمه ما بتوصلش عند وقت يعني تكون كلها دهون، لا بيبقى لسه فيها بتيجي عند مرحله يعني كده ترصف فيها شويه دهون اللي هي عايزاهم، وبيفضل فيها شويه خلايا لسه حيين ما اقدر اكون منهم تمام. فبفضل بقى طول عمري دوت بكون من ايه، من الميمبرين سبونز او من الفلات بونز لحد ما تمام. طيب يا رب تكون اتفهمت. طب دلوقتي تعالى نخش بقى على الستيجز بتاعه الريتروبيس، الستيجز ديت لذيذه قوي، تعالى نكبر كده على الصوره ديت ونشوف الستيجز بتقول ايه. بص يا سيدي قال لك ايه، ار بي سيز ديت زيها زي اي خليه موجوده في جسمك كان مصدرها خليه جذعيه، الخليه الجذعيه دي بنسميها ايه، بنسميها ستيم سيل. طب ايه اسم الستيم سيل بتاعه الار بي سيز؟ اسمها بلوري بوتنت هيماتوبايوتيك ستيم سيل. واحده واحده نفسر معناها، بلوري يعني متعدد وبوتنت يعني قوه، يعني هي خليه متعدده القوه. طيب هيماتو بايوتيك، هيماتو يعني ايه؟ يعني الدم تمام، وبايوتيك يعني ايه؟ بايوتيك يعني تصنيع، يبقى هي خليه متعدده القوه قادره على تصنيع خلايا الدم صح كده؟ يعني بقى متعدده القوه؟ قال لك هي نفس نوع الخليه دهيت اللي هو الستيم سيل قادر على ان هو يدي لي ار بي سيز، وقادر على ان هو يديني واي بلاد سيلز، وقادر على ان هو يديني بليتلتس، نفس نوع الخليه، نفس نوع الخليه اللي بنسميها بلوريبوت هيماتو بايوتيك ستيم سيل، لانها خليه متعدده القوه قادره على انها ديفرنشيت الار بي سيز او الواي بلاد سيلز او بليتلتس عادي، على حسب بقى هي تنقسم من ايه تمام، وحسب الاستيميشن جالها منين، جالها من مين وقالها انقسمي. طيب انا ما يهمنيش ازاي الستيم سيل دي تتحول لواي بلاد سيلز او بليتلتس دلوقتي في المحاضره، اللي يهمني ازاي بلوريبوت هيماتو بايوتيك ستيم سيل دي بتتحول لار بي سيز، فانا عايزه الباس واي دوت، فهكبر عليه كده وابص عليه واشوف ايه اللي بيحصل تمام. تعال نكبر. قال لك ايه، ادي بلوريبوت هيماتو بايوتيك ستيم سيل بتاعتك جميل، هتقوم متحوله ماشي، هتقوم متحوله لحاجه اسمها برو اريثروبلاست عن طريق هرمون مهم جدا 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 اسمه اريثروبيوتين هرمون. يبقى الاريثروبيوتين هرمون دوت هرمون انا محتاجاه بشكل كبير علشان احول الستيم سيل بتاعتي ديت لحاجه اسمها برو اريثروبلاست. برو يعني ايه؟ برو يعني ما قبل صح كده، ما قبل يعني زي ما خدنا مثلا برو ثرومبين هو بروتين ما قبل تكوين الجلطه صح تمام. فبرو اريثروبلاست هي الخليه ما قبل تكوين الاريثروبلاست، عشان كده المرحله اللي بعدها تبقى اسمها اريثروبلاست. جميل جدا. يبقى بدوري بوت هيماتوبايوتيك ستيم سيل عن طريق في وجود او بستيميوليشن بتحفيز جاي من الاريثروبيتين هرمون اتحولت لحاجه اسمها برو اريثروبلاست، وبعد كده تتحول. طبعا التحول ده بيبقى ايه بقى؟ بيبقى انقسامات وديفرنشيشن، يعني بيبتدي بقى يتغير. مش انا قلت لكم ان الار بي سيز ديت في مرحله من المراحل كان عندها الاورجانيز بتاعتها تمام، ففي طول المراحل ديت انا عندي الاورجانيز موجوده في الار بي سيز، وطول الوقت وانا بكون بتنقل من خليه لخليه بفقد حاجه من الاورجانيز ديت عشان اتحول في الاخر للماتور ار بي سيز اهي تمام. فادي عندي برو اريثروبلاست نكمل بس اتحولت لاريثروبلاست. قال لك الاريثروبلاست دي تتعدي بثلاث مراحل، اول مرحله بتبقى بيزوفيلك بنسميها بيزوفيلك اريثروبلاست، ثاني مرحله بتبقى بولي كروماتيفيلك بنسميها بولي كروماتيفيلك اريثروبلاست، ثاني مرحله اورثو كروماتيك اريثروبلاست تمام. لحد ما انت كونت الاورثو كروماتيك اريثروبلاست ديت انت لحد دلوقتي في البون مارو، مش احنا قلنا ان مكان تصنيع الار بي سي ده في البون مارو؟ على حسب لو انا عندي ايه، لو انا عندي عذر يمنعني ان انا اكون في البون مارو. طيب انا لحد هكون في البون مارو لحد ايه؟ لحد المرحله ديت اللي هي اسمها اورثو كروماتيك اريثروبلاست. كونت الاورثو كروماتيك اريثروبلاست يوم البون مارو دوت رميها في البلط، يوم البون مارو رميها ايه في البلط، وبعد كده تتحول الاورثو كروماتيك اريثروبلاست ديت لحاجه اسمها ريتيكولوسايت، وديت هي الخلايا اللي ما قبل بالظبط تكوين الار بي سيز، لان الريتيكولوسايت ديت على طول بعدها تتحول ايه، هتتحول لماتور ار بي سيز اد فانكشننج وشغاله وقادر ان انا استخدمها في نقل الغازات بتاعتي جميل. يبقى ثاني الباسوي بتاعي اهو، الباسوي بتاعي دوت بينقسم على حته جزئين، جزء بيحصل في البون مارو وجزء بيحصل في البلط. اللي بيحصل في البون مارو ان الخلايا الجذعيه اصلا اللي موجوده من ساعه ما اتولدت انا وانا زوجه كده بتكون في بطن امي، كل الخلايا دي تعتبر ستيم سيلز ماشي. ستيم سيلز بتاعت تكوين الار بي سيز فضلت موجوده بشكل مستمر، فضلت موجوده بشكل مستمر فين؟ في البون مارو تمام. يعني طول ما انا عايش انا عندي ستيم سيلز موجوده في البون مارو لازم تفضل موجوده عشان تكون لي ار بي سيز طول الوقت. طب ليه؟ لان انا قلت ان الار بي سيز كان نوت ديفايد ما تقدرش تنقسم، فانا ما ينفعش اعتمد على الار بي سيز مثلا موجوده عندي واقول لها ايه انقسم واديني كده شويه خلايا تانيين كطريقه عدد الار بي سيز، لا ده ما ينفعش، الاوبشن ده مش موجود. طب ليه؟ لان ما فيهاش نيوكليوس صح. طيب فعشان كده لازم نعتمد في كل مره بكون فيها ار بي سيز على ستيم سيل. ستيم سيلز بتاعتي ديت بنسميها بلوري بوتنت هيماتو بايوتيك ستيم سيل في البون مارو، تتحول عن طريق الاريثروبيتين هرمون لبرو اريثروبلاست، وبعد كده اريثروبلاست اللي عدت ثلاث مراحل بيزوفيليك اريثروبلاست بولي كروماتيفيليك واورثو كروماتيك، تخرج الاورثو كروماتيك اريثروبلاست ديت للبلط وتتحول للريتيكولوسايت، وبعد كده الريتيكولوسايت تتحول لار بي سيز. فلك انا لو جيت بصيت في البلط بتاعك دلوقتي هبص الاقي ان 98% من خلايا الدم الحمراء الموجوده فيه تبقى ار بي سيز ماتور فانكشنال وشغاله، و2% بتبقى ريتيكولوسايت لسه متكونين طازه جداد ولسه هيحصل لهم بس الديفرنشيشن عشان يتكون ار بي سيز ماتور. يبقى 98% من الار بي سيز الموجوده في الجسم بتبقى ايه؟ بتبقى ماتور موجوده في البلاد، بتبقى ماتور وشغاله وفانكشنال، اما 2% منهم بس بيبقى ايه؟ لسه هيحصل لهم ديفرنشيشن، لسه مش ماتور، لسه المفروض يحصل لهم ديفرنشيشن تاني عشان يتحولوا لار بي سيز بتاعتك تمام. دي الاستيج بس ما مش اسهل من كده بجد. طيب عايزين نشوف بقى شويه ايه نوتس كده عليها، احنا قلناهم يعتبر.
طيب تعال نشوف كده، قال لك ان الار بي سي ديت كانت نوت بقت قديمه، احنا عارفين ان الار بي سي اصلا نوت نون نيوكليتد ما فيهاش نيوكلس، وبالتالي ما تقدرش تنقسم، وبالتالي ما ينفعش اعتمد على ار بي سيز فانها تكون لي ار بي سيز، لا لازم اعتمد على ستيم سيل فانها تكون لي ار بي سيز. يبقى طول الوقت طول ما انا عايش عندي الستيم سيل ديت موجوده في البون مارو. طب الحاجه الثانيه زي ار اوجينيتد انسايد ايه، يعني الار بي سيز ديت بتتكون فين، المصدر بتاعتها هنا بتتكون في البون مارو صح، اول حاجه كانت بتتكون في البون مارو لان هو الموجود في الستيم سيلز اللي اسمها بلوري بوتنت هيماتوبوتيك ستيم سيلز. تمام، قال لك ايه تحت تاثير جروث فاكتورز معينه، يعني ايه جروث فاكتورز ديت اللي هي عامل النمو، منها مثلا ريش بروتين هرمون اللي احنا قلنا عليه، شويه فيتامينات بنحتاجها برضه عشان نحاول الستيم سيل ديت عشان نمشي بالمراحل ديت، يعني في الستيج ديت محتاج شويه فيتامينات شويه مينرالز، دي كلها اسمها جروث فاكتورز. تمام، فقال لك بتتوفر الجروث فاكتورز ديت والستيم سيلز بتبتدي تتحول الستيم سيلز ديت بقى ايه بتبتدي يحصل لها ديفرنشيشن انتو ار بي سيز. تمام، طب عايز اسالك سؤال، ايه هي اول خليه كونتها في الباسوي بتاع الار بي سيز ده؟ محدش يقول لي ستيم سيل. ليه بقى؟ ستيم سيل ديت انا مولود بيها، ستيم سيل ديت انا مولود بيها وانا لسه جنين في بطن امي كده، الخلايا الجذعيه المسؤوله عنها تكون لي ار بي سيز راحت قعدت في البون مارو خلاص، فانا مولود بيها وهي موجوده طول الوقت، انما اول ما بدات اكون ار بي سيز، اول ما بدات اكون ار بي سيز من البون مارو، ها ايه اول خليه كونتها؟ برو اريسترو بلاست. يبقى اول خليه اتكونت في مسار تكوين الار بي سيز هي برو اريسترو بلاست وليس الستيم سيل. تاني بقى اول خليه انا كونتها في البصري بتاع الار بي سيز هي برو اريسترو بلاست، انا كان عندي اوريدي وانا خلاص اهوت جاي اكون ار بي سيز من البون مارو كان عندي اوريدي ستيم سيلز موجوده فيها. تمام، عملت لها بس ستيميوليشن فتحولت لايه بالاستروبيتين هرمون فتحولت لبرو اريسترو بلاست، فاول خليه انا كونتها في البصري بتاع الار بي سيز كانت برو اريسترو بلاست. طيب سؤال كده، عمليه تصنيع الار بي سيز دي بتاخد قد ايه؟ قالها بتاخد من 5 لـ7 ايام تقريبا اسبوع، يعني بتاخده عشان تكون ار بي سيز كده ماتيور. طيب من الحاجات المهمه جدا انت كنت محتاجها، كنت محتاج ايه؟ الاستروبيتين هرمون. قال لك ان الاستروبيتين هرمون دوت بيستيميليت الار بي سيز فورميشن، بيحفز تصنيع الار بي سيز. ازاي؟ عن طريق ان هو بيسرع الستيجز دي كلها. يعني هفترض معاك ان الاستروبيتين هرمون ده ما كانش موجود، هبص ده الار بي سيز دي بتتكون في قد ايه بقى عشان تكون ماتيور ار بي سيز؟ تقعد اسبوعين ثلاثه شهر عشان تكون ار بي سيز واحده. تمام، طب تخيل بقى ان انا كل يوم بيتكسر عندي ار بي سيز، السؤال بس اللي موجود عندك في جسمك ديت مش كلها مكونات في وقت واحد فكلها يعدي على 4 شهور كلها تتكسر وبعد كده اكون جديد، لا انا كل يوم بيتكسر عندي ار بي سيز وبكون جديد. تمام، فانت لو قلت لي ان انت قعدت شهر كامل شهر كامل مش بتكون ار بي سيز عشان الاستيج بتاعتك بقت بطيئه، تمام كده، وكل يوم بيتكسر عندك ار بي سيز، هتيجي بعد الشهر والشهرين دول انت فقدت نص الار بي سيز الموجوده في جسمك. تمام، فقدتها كلها، فيبقى عندك انيميا رهيبه. فلا سبحان الله ربنا خلقنا بيوتين هرمون اسمه اريثرو بيوتين هرمون، بصوا من اسمه اريثرو يعني احمر، وبيوتين جاي من اريثرو بيوسيس يعني تصنيع، فهو ده بروتين، وين يعني بروتين، فده البروتين اللي احنا محتاجينه عشان نحفز تصنيع الار بي سيز. تمام كده، طيب اريثرو بيوتين هرمون ده زي ما قلت لك هو بقى بيعمل ستيميوليشن عن طريق ان هو بيسرع العمليات ديت، بدل ما كانت تحصل مثلا في 14 يوم شهر لا تحصل في 5 لـ7 ايام بس. تمام كده، فبيعمل سبيدنج بيسرع الستيجز بتاعت الار بي سيز ماتوريشن، مفيش اسهل من كده في الاير سبيس اهو. تمام، يبقى خليه كان نوت ديفايد، احنا قلنا ار بي سي دي كان نوت ديفايد، وبعد كده قلنا انها بتتكون فين؟ بتتكون في البون مارو لان هو الموجود فيه الستيم سيلز. تمام، تحت تاثير شويه جروث فاكتورز معينه، فيتامينات وشويه مينرالز كده، وكمان منها الاستروبيتين هرمون، تتحول لايه؟ يحصل لها ديفرنشيشن للار بي سي، وبعد كده اول خليه اتكونت برو اريسترو بلاست، انا كان عندي ستيم سيل اوريدي موجوده هحط لها ستيميشن، فاول خليه كونتها كانت برو اريسترو بلاست. جميل، وبعد كده الاستروبيتين هرمون ده كان مهم جدا وهناخده وندرسه ونعرف هو عباره عن ايه، بيعمل ستيميشن للار بي سي فورميشن عن طريق انه بيسرع عمليات ال بيسرع الاستيجز ولا ايه بتاعت الاريثرو بيسز دي. تمام، ناخد سؤالين كده، اول سؤال السايت اوف فورميشن اوف الار بي سي، الار بي سي دي بتتكون ركز بقى معايا كده، ها بتتكون في الادلت فين؟ ماشي، هل ترى بتتكون في بومر اوف اول بونز؟ لا ده وانا تشايلد، بتتكون في بومر اوف ميمبرانس بونز والابيفيس اوف لونج بونز، ايوه دي صح، ليفر وسبين ده وانا فيتوس، بومر اوف ميمبرانس بونز لا ده وانا ايه وانا عجوز، فهي بتتكون من الميمبرانس بونز والايه والابيفيس اوف اللونج بونز. السؤال الثاني، سافرت السيل بيلونج تو ار بي سي فورميشن، دي مهمه قوي لان كل في الاغلب هيروح للستيم سيل، دي اول خليه احنا كانت موجوده في الباسوي يعني، بس لا انا اول خليه كونتها كانت الايه كانت البرو اريسترو بلاست. ماشي، طب يا شباب احنا كده خدنا في الاريسترو بيسيس، خدنا الديفينيشن بتاعها ماشي، وخدنا الاستيجز بتاعتها وخدنا السايتس بتاعتها، فاضل بس الفاكتورز اللي بتاثر عليها، هنعملها في فيديو تاني ان شاء الله عشان الفيديو ده بس ما يطولش معانا، فهنعملها في فيديو تاني ان شاء الله، هي وايه وهي والهيموجلوبين، جزء من الهيموجلوبين مش هياخد وقت ان شاء الله. تمام.